الله يسعد صباح الجميع. أنا أماني بناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بالقصاص من اللي قتل بنتي، ولا راح أقبل عطوات وأنا داخل على جلالة سيدنا إني بدي القصاص بدال دم بنتي اللي راح هدر، وأبوها راح ياخذ عطوات وأنا ما بدي عطوات. أنا بناشد جلالة سيدنا القصاص من اللي قتل بنتي من غير دم. أنا بطالب وبناشد الحكومة كليتها يجيبوا لي حق بنتي المغدورة نادية اللي انغدرت ظلم. أنا بدي القصاص، أنا بطالب جلالة سيدنا. كل يوم والتاني في جريمة، كل يوم أنا بحكي لكل أم، لكل أم عندها بنت وصار فيها زيي. أنا بناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بالقصاص من اللي قتل بنتي بالإعدام. غير الإعدام ما بدي أنا، وأنا أمها، أنا أمها بحكي وبطالب وراح أضلني أتابع القضية. أنا بدي القصاص العادل منه بالإعدام، مثل ما موت بنتي وهدر دمها ينهدر دمه. وهي رسالة لجلالة سيدنا من أم قلبها معروعة لبنتها. بنتي 23 سنة ما فرحت بعمرها، قتلها وهي حامل. وأنا داخل على جلالة سيدنا إنه ياخذ حق بنتي لا أكثر ولا أقل، ولا أطالب لا بلا بديات ولا بناخذ عطوات ولا بقبل عزا لبنتي. أنا ما بدي عزيات، ما راح أقبل عزا من أي بني آدم، بدي حق بنتي، بنتي اللي راح دمها هدر. وهي رسالة لجلالة سيدنا.